ستارة. لا أستطيع العثور على الحل. إنه لغز صعب، لكن العم مصلح قال لنا إن إجابته سهلة. هيا بنا نفكر معا كي نعرف الحل. ما هو اللغز مرة أخرى يا فهد؟ يحمل أطنانا من الخشب لكنه لا يحمل مسمارا. ما هذا الشيء؟ لا أدري. هل عرفتم حل اللغز يا أصدقائي؟ إنه صعب جدا، لا نستطيع معرفة الإجابة. نعم، لقد فكرنا في كل شيء. لو فكرتم جيدا لا عرفتم الحل كما فعل الشاطر سليم في حكايته. هل عرف الشاطر سليم في حكايته حل لغز أطنان الأخشاب؟ لا، بل عرف حل لغز صعب للغاية. احكي لنا حكايته يا عم مصلح. بكل سرور. وقت الحكاية. وعندي البداية. كان يا ما كان في مدينة عربية قديمة، كان هناك شاب ذكي واسع الحيلة اسمه سليم. يبدو أن المنادي سيعلن عن نبأ هام يا صديقي سليم، هيا بنا نذهب لنسمعه. ترى ما هو هذا الأمر يا نديم؟ لا أدري، هيا نقترب منه لنعرف. يا أهل المدينة الكرام، لقد قررت أميرتنا سمية تنفيذا لوصية والدها الملك الراحل سيف الدين أن تتزوج من الرجل الذي سيستطيع الاختباء من مرآتها العجيبة. يا لها من فرصة لن تتكرر. كل ما عليك هو أن تنجح في الاختباء من المرآة وتتزوج من الأميرة سمية. هي فرصة رائعة ولكنها أيضا مستحيلة. لا شيء مستحيل على العقل والتفكير يا صديقي. نعم، ولكن ألا تعرف أمر هذه المرآة؟ لا، ما هو؟ إنها مرآة عجيبة تكشف مكان الشخص مهما حاول الاختباء. ولكن الأمر ما زال يستحق المحاولة. هل تظنين أنني سأجد هذا العريس؟ لا شيء مستحيل يا مولاتي الأميرة سمية. نعم، ولكن أمر هذه المرآة غريب، فهي تستطيع أن تكشف مكان أي إنسان في الدنيا. اسأليها عن مكان أي شخص تعرفينه. هيا جربي. حسنا يا مولاتي. أيتها المرآة العجيبة، هل تعلمين أين مكان والدتي؟ إن والدتك الآن في السوق. ما هذا؟ إنني أرى والدتي وهي تعمل في السوق. يا لها من مرآة. قلت لك لن يغلب هذه المرآة إلا شخص واسع الحيلة وشديد الذكاء. سيظهر يوماً ما يا مولاتي، لابد أنه سيظهر. بدأ شباب البلدة يفكرون في حيلة عبقرية للتغلب على هذه المرآة وللزواج من الأميرة سمية. أنا لدي مكان للاختباء لن يجدني فيه أحد. سأتغلب على المرآة العجيبة. حسناً أيها الشاب، أمامك مدة من الآن حتى الغد للاختفاء من المرآة. هل تظن أنه سينجح يا سليم؟ ربما، لا بد أن هناك حلاً للغز هذه المرآة العجيبة.
فشل الشباب في الاختباء من المرأة، منهم من اختبأ تحت القش، وصعد آخر فوق الجبل، واختبأ آخر في أعماق البحر. لقد أمسك المنادي بشخص آخر. لا بد أنه اختبأ في مكان يسهل كشفه. كيف وجدتني؟ لقد كنت في أعماق البحر. لقد رأتك الأميرة سمية في المرآة وأخبرتنا بمكان اختبائك. لقد كشفته المرآة حتى وهو يختبئ في أعماق البحر. نعم لقد سمعت. وهل ما زلت تنوي تحدي هذه المرآة العجيبة؟ سأفعل، ولكن عندما أكتشف لغز هذه المرآة. أيها المنادي. نعم. أتعلم أين تعلق الأميرة سمية مرآتها العجيبة؟ بالطبع، فالجميع يعلم مكان المرآة. المرآة معلقة في الغرفة التي توجد أعلى برج القصر. شكرا لك. أيها الشاب، لا تتعب نفسك. أعتقد أنه من المستحيل الاختباء من المرآة. لقد فشلنا جميعا في ذلك. أشكرك على نصيحتك أيها الشاب، ولكنني سأحاول بنفسي هزيمة هذه المرآة. يا أهل البلدة، لقد قررت أنا الشاطر سليم أن أتحدى المرآة العجيبة، وسأختبئ منها حتى أتزوج بالأميرة سمية. يا أهل البلدة، لقد قررت أنا الشاطر سليم أن أتحدى المرآة. أعلن سليم مواجهة هذا التحدي، فكر وفكر ثم قرر دخول غرفة المرآة دون أن يراه أحد. لقد أعلن شاب يدعى سليم قبوله التحدي، ويجب علينا أن نسأل المرآة عن مكانه. هيا نفعل إذن. أيتها المرآة العجيبة، هل تعلمين أين يختبئ هذا الشاب؟ أخبريني. أيتها المرآة، أسألك أين يختبئ الشاب سليم؟ إن المرآة لا تعرف مكان سليم، وكل ما نراه هو انعكاس صورتنا في المرآة. يبدو أن سليم قد نجح في الاختباء من المرآة. سأعلن أن سليم سيصبح زوجي تنفيذاً لوصية والدي الملك. من هذا يا مولاتي؟ ماذا؟ هل أنت الشاطر سليم؟ نعم يا مولاتي الأميرة، لقد كنت أختبئ في هذا الدولاب، فقد استنتجت أن الحل الأمثل للاختباء من المرآة سيكون في نفس المكان الذي توجد فيه، وهذا سيجعلها مرآة عادية. يا لك من شاب ذكي. شكرا يا مولاتي. وهكذا تغلب الشاطر سليم على اللغز الذي ظنه الجميع مستحيلا، وتزوج الأميرة سمية وعاشا حياة سعيدة ومبهجة. إذن يا عم مصلح، لكل لغز حل مهما بدا صعبا. يجب أن نفكر في حل اللغز مرة أخرى يا أصدقائي. يحمل أطنانا من الخشب لكنه لا يحمل مسمارا. السفن تصنع من الخشب، والحديد يغطس في الماء. الماء. الإجابة الماء. أحسنتم يا أصدقائي، والآن عرفتم أنه لا شيء مستحيل مع التفكير. نعم. لقد تعلمنا الدرس يا عمي مصلح.